ما هي مبطلات الصلاة؟ يا صلاة أفراشوش من الناتو. مهم جدا تعرف مبطلات الصلاة. يا صلاة أفراشوش ماوك بتام عنجب قالينا. أهم منه تعرف نواقض الإسلام. تلقوا معنا نواقض الإسلام سلمنان يمي أفرسوا نقار صلاة يمي أفرسوا. نعم، لماذا نتعلم نواقض الوضوء؟ يوضو أفراش إلا منه من المعروف. ومبطلات الصلاة؟ يا صلاتنا أفراش حتى تكون الصلاة صحيحة لا باطلة. صلاتك تتككل عند تفوين يتبلع الشيء جداته. أهم منه تتعلم نواقض الإسلام حتى لا ينتقض إسلامك. اليوم تلقوا سلمنا يمي أفرسون إنما لن سلمنا عند أفرسون. وهذا لا يفهم شيئا الذي يقول أننا نتعلم نواقض الإسلام حتى نكفر الناس. لا، نتعلم نواقض الإسلام حتى لا نقع في ناقض، وحتى نعلم الناس حتى لا يقعوا في نواقض الإسلام. سلمنا نمي فرصتنا قواتش نمارا لا نسلمنا تشين ندي فرصبن سلمنا نمي فرصبتنا قد من مارو سلمنا ما يقلقنا مسلمتش لما أكفر أسبال أجلم مجمريات السبيل رساتشن سلمنا لما نبك. مفهوم؟ إذا مهم جدا معرفة نواقض الإسلام، هذا أهم شيء حتى لا تقع في ناقض. ومبطلات الصلاة ونواقض الوضوء ومفسدات الصيام. نعم، ياندان داتشين سلمنا نمي أفرسنا قر لنوق قبعنا لصلاة أفراشين يطوام أفراشين يا صلاة النافراش. فالذي لا يعرف مبطلات الصلاة قد تكون صلاة باطلة هو لا يدري. يا صلاة أفراش ما يوق صلاة فرصة بتعدى تسوساك ساك. نعم، الأول الأول الكلام العام أن يتكلم متعمدا. عوق ومن ناقر وصلاة فرصة عالما تحريم الكلام في الصلاة. فصلاة من ناقر حرام مغامون إياوك ذاكرا لا ناسيا. فالصلاة باطلة. صلاة إذا تكلم جاهلا. جاهل هو مهيم هو بالناقر. ناسيا. رستو. فالصلاة صحيحة. صلاة يبقى. فتح على الإمام. لا إمام ولا بيتأفاو تناقر. الصلاة صحيحة. صلاة صحيحة. الثاني. الضحك هذا نوع من الاستهزاء. كيف تسخر وتستهزئ وتضحك في صلاتك؟ صلاة استهون ومساك. صلاة استهون ومساك ما شوفنا انديت صلاة يسجد يا شوفا. مبطل للصلاة الضحك الأكل الشرب. صلاة يقبل الشام مساك مبلات مدتات. ومن العجب أن يأتي بعض الناس ويقول هذا اللي يخزن القات يستطيع يصلي وهو مخزن القات. ميقرمو وجات تا وجات شوكتو يسجدالو من الالو جات أنا كالنجي صلاة بلاش من الالو. الثالث الأكل. ذكرنا الأكل والشرب والضحك. نعم. الخامس الحركة الكثيرة. حركة كثيرة. نعم. بزون كسكاسي متوالية متتابعة. أكتاتا يهونا تكتاتا يهونا كسكاسي عرفا، يعني تنظر إليه تظن غير مسلم من كثرة ما يتحرك. يا انكسكاسي أو بزات من لكاو عايزين توقف انكسكاسي نبلو يمي جمتا. يعني أخذ التليفون ثم ينظر فيه في الأرقام ويجيب أنا في الصلاة مثلا. نعم. موبايل نيايين يتصلاة نبلو مارس السلسات سدوا للاتيني مسلا لغير حاجة. يا لا حاجة خرج بهذا ما لو تحرك لحاجة مثلا يتقدم إلى السترة مثلا. يا
ለሃጃ ማቢንከሳቀስ ከዚያ ይገባ አሁን ያለ ሃጃው የተንከሳቀስ አው يرد المار بين يديه ለሃጃ ማቢንከሳቀስ ወደ እንትኑ ወይ ደግሞ አላሹ እንዳያልፈው ለመከልከል ቢንከሳቀስ አይበላሽበት نعم الالتفات الكثير عن القبلة يعني هذه القبلة هو يلتفت هذا الاتجاه او هذا الاتجاه نعم قبلة لقوم الزور لتندني عندهم قبلة هنا لهني هالمزور نعم انكشاف العورة فرطة قلاو المجلات صلاة يبراشا وهذا اكثر ما يكون في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد اذا انكشفت السوءه انكشفت العوره بطلت الصلاه جاهل متعمد ناسي صلاه باطله بتليه بنطال ملوت انيا بولا لي من الاول بول ها سوري سوري لا صار اباب سوري سجود منامن سيادر كي يقلل تبتال اوكو اياوكا ايهي اللفظو ميسا قرسو صلاة طيب بلا شبتال انتقاض الطهارة وضوء مفرسو يسجد تخاف من من؟ انت تخاف من من؟ مسلم تخاف من من؟ وضوء فتح تخاف من الله ما ان انت فرعب عقاط عليهم بيفس ما انني فرعب انتقضت الطهارة يقينا عندك تخرج ولا بد ما تكمل الصلاة صلاة انت الوضوء تعالى الشبوها لا ما كتل ينبه ما اننا ما تفرع والطفت وانت لست الوحيد على هذا صح كل الناس يخرج منهم ريح ايان دان دوارين انت بتشعر النهم ولا يفسالوا تخاف من الناس اكثر من خوفك من الله الله يبلت ما اننا تفرع الله قنا فسائل من يالبله عندك امر بس لكن ممكن هذا يخرج هكذا يضع يده كأنه جاءه رعاف في أنفه ويخرج خلاص والحمد لله يتخلص من هذا الإشكال نعم عندي هذا الرعاف مطابين قلوب يوطا ما مساسيا ملتو تلقد بفاس بشاد الدم إنها فاسا موطو هيرنجي بفرات اللي جاء بسوا يجبا ما أنت بتعمل لهم فاسا ملو يفاسا لهم